بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم جدا من كنوز القرآن لا يعلمه أكثر الناس، ولم يلتفت إليه كثير من العلماء، أو لم يتكلم في هذه المنقبة أو الفضل العظيم كثير من العلماء. آية أو دعاء، لو أنك قلت هذا الدعاء عندما تبلغ سن الأربعين، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن كل سيئاتك، وتغفر ذنوبك وترفع ويتقبل عملك، بل وترفع الأعمال حتى تكون على قدر أفضل الأعمال التي عملتها في حياتك، بل وتكتب لك الجنة، وربما تبلغ منازل الصديقين بهذا الدعاء العظيم بنص القرآن. بس للأسف لم يلتفت إلى هذا الفضل كثير من الناس. الناس بتقرأ الآية ومحدش بيطبقها، ومحدش بيقول الدعاء ده، لكن ما يعرفوش الفضل بتاع الدعاء ده إيه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأحقاف، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. شوف ربنا بيقول ايه. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي يوعدون. يبقى وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، شوفوا يقول إيه، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. شوف بقى الجائزة أو الثواب العظيم. أولئك الذين نتقبل، اللي يقولوا الآية، اللي يقولوا الدعاء ده، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى يقولوا الدعاء العظيم ده، يبقى خليك لو أنت ما وصلتش سنك 40 سنة، ترقب، خليك مترقب. أول ما سنك يوصل 40 سنة، قول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولا دعاء جامع، لأن أنت بتقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني خليني من الشاكرين، وعلى والدي، بر الوالدين بقى أصبحت بره، وأن أعمل صالحا ترضاه، وفقني للعمل الصالح. يبقى ربي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى وفقني للعمل الصالح، وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. ده كمان الدعاء للوالدين، للأبناء والأحفاد إلى يوم القيامة. ما هو الأبناء مش بس الذرية، مش بس بالأبناء، والأحفاد إلى يوم القيامة. إني تبت إليك، طلب التوبة، وإني من المسلمين. بدعاء جامع مش جامع. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. يبقى لو ربنا تقبل احسن العمل، هيبقى هيتقبل العمل كله، هيرفع العمل كله عشان يكون في مستوى احسن العمل. هقول لكم الدليل كمان. ونتجاوز عن سيئاتهم تغفر كل الذنوب، في اصحاب الجنه تكتب لك الجنه، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يعني ايه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون؟ ربما تصل الى منازل الصديقين. طب ايه الدليل؟ ربنا بيقول في سوره الزمر، والقران يفسر بعضه بعض، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه. يبقى المؤمن اللي يكون حق صادق في ايمانه، يصل لو بصدق ايمانه ان شاء الله الى منازل، ربما منازل الصديقين. ولا بينت قبل كده الاعمال الكثيره التي يصل بها المؤمن الى اعمال الصديقين. وعد، شوف ربنا بيقول ايه بقى سبحانه وتعالى، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، اليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية دي، في الآية بتاعت سورة الأحقاف، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، جاي في الآية بتاعت الزمر وقال فمن جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يبقى هنا كذلك جزاء المحسنين، ويبقى يكفر الله عنه أسوأ الذي عمله، وهو ده الصدق اللي ربنا اتكلم عليه في سورة الزمر، هو ده اللي بيتكلم عليه في سورة الأحقاف.
عشان كده ربنا قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدوه، هو عشان كان صادق في ايمانه. فربنا بيتكلم بقى على الصدق بتفصيل اكتر في سوره الزمر، قال ومن جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اصلا وصل لما درجه المحسنين، هو مش بس المؤمنين، ليكفر الله عنه اسوأ الذي عملوا اكبر الكبائر ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون، اللي هو ربنا قال عليه في سوره الاحقاف، اولئك الذين تجاوز عن سيئتهم وفي اصحاب الجنه، في قال ايه اولئك الذين تقبل عنهم احسن ما عملوا. هو ده هو نفس الكلام اللي قاله في سوره. يبقى اذا الايه دي عظيمه جدا والدعاء ده عظيم جدا. واللي عدى ال 40 ما قالوش اجعله وردا، قولوا ولو مره، قولوا مره حتى ولو كل يوم، او كل مش قادر تقول مثلا مره كل يوم، كل ما تفتكروا قولوا بنيه اولا تكفير السيئات، رفع الدرجات ورفع الاعمال لاحسن عمل انت عملته، وتكتب لك الجنه، ووعد الصدق تستحضر ان انت تكون من الصديقين. مش ربنا قال في سوره الحديد والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون؟ فحتى كنت قلت لحضراتكم لما توصل لما تقرا الايه دي في سوره الحديد قول اللهم اجعلني من الصديقين. فيا ريت الدعاء ده استحضر الدعاء دوت، وحاول تقوله بنيه، لان انا قلت الكلام كل الكلام اللي اول ما لو انت عديت ال 40 اكثر منه، ما عدتش انتظر اول ما توصل سنك ال 40 وقول. طبعا مش معنى كده الانسان ما يقولوش قبل ال 40، لا عايز تقوله قوله، بس هو يعني الشكر التام الانسان لما يبلغ الاشد ويبلغ ال 40. ف خليك مترقب اول ما توصل سن ال 40 وتعالى قول اليوم اللي تتم فيه 40 سنه، قول الدعاء ده بنية الثواب العظيم اللي جه في الآية، وتكرره. لأن العلماء قالوا إيه؟ إنسان إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه شيء ألهمه كثرة الدعاء بالشيء ده. كنت قلت لحضرتك قبل كده زي ما ابن القيم قال، لو ربنا عايز يدخل واحد الفردوس الأعلى يلهمه كثرة الدعاء، اللهم ادخلني الفردوس الأعلى، اللهم ادخلني. عشان كده قلت لحضرتك كل يوم وأنت بتقول اللهم إني أسألك الجنة 3 مرات في أذكار الصباح والمساء، قول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب بلا حساب ولا سبق. فاهمين؟ فهو ده اللي أنا أقصده. فيا ريت نستحضر الآية ديت ونقولها، وخاصة الناس اللي هتعدي الوسط الأربعين أو عادته يقول الآية ديت كل يوم، أو يكون له ورد منها كل ما تذكر، ونحاول أكتب له الكلام ده في الوسط. أقول قبل هذا أستغفر.